بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. فليس حديثا هنا يفترى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المشاهدون الكرام، أهلا وسهلا بكم وحياكم الله إلى حلقة جديدة من برنامجكم معين الأنبياء. هذا البرنامج الذي اتخذنا فيه قول الله جل وعلا: أولئك الذين هداهم الله فبهداهم مقتده، شعارا لنا طوال مسيرتنا في هذه الأيام المباركة ومن هذا المكان الطاهر المبارك. نرحب بداية بضيفنا الكريم فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء ومدير عام مركز أبحاث ودراسات المدينة المنورة. أهلا بكم شيخنا. حياكم الله أستاذ صهيب، وحيا الله الإخوة جميعا، وأسأل الله لي ولكم وللجميع التوفيق. اليوم مشاهدينا الكرام سنأخذ آيات متفرقة من كتاب الله جل وعلا ورد فيها ذكر الأنبياء، نعلق عليها ونتأمل ما جاء فيها من أخبار وعظات. نبدأ شيخنا مستعينين بالله بقول الله تعالى عندما قال قوم شعيب لشعيب: ولولا رهطك لرجمناك. الحمد لله على فضله، والصلاة والسلام على أشرف رسله وخير خلقه، وبعد، فكما قلت في بداية اللقاء أن قول الله جل وعلا: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، هو المقصود الأسمى من هذه اللقاءات المباركة من هذه المدينة الطيبة والتي تأتي من جوار مسجد رسولنا صلى الله عليه وسلم. قول الله جل وعلا عن نبيه شعيب أن قومه قالوا له: ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز، يفقه منها المرء المؤمن حاجة الإنسان للنصرة والأخذ بالأسباب. فإن وجود رهط وعشيرة لشعيب عليه السلام، رغم أن ذلكم أولئك الرهط لم يكونوا جميعا مؤمنين بل كان أقلهم، ومع ذلك خشي قومه من رهطه. وعلى هذا فالعاقل إن كان يسوس دولة أو كان يسوس أسرة أو كان يسوس أي مكان أنيط به وحمل أمانته، أن يعرف أن هناك أقواما محايدون ليس من هناك أقواما محايدون ليس من الحكمة أن الإنسان يجادلهم ويدخل معهم في صراعات فيصبح أعداء عليه مثل عدوه. وهنا قال الله جل وعلا: ولولا رهطك لرجمناك. وقد قال الله جل وعلا عن لوط عليه السلام أنه قال: أو آوي إلى ركن شديد. والفرق بين هذين النبيين الكريمين عليهم السلام بمثل هذا المحفل أن شعيبا كان من أهل مدين، فكان له رهط، له عشيرة تذود عنه، في حين أن لوط عليه السلام إنما جاء قرية سدوم مهاجرا إليها ولم يكن من أهلها، فلم يكن يأوي إلى ركن شديد بالمعنى المعتبر وهو العشيرة والمنعة والرهط، لكنه كان يأوي إلى ركن أعظم وهو ركن الله تبارك وتعالى. هنا قال الله جل وعلا: ولولا رهطك لرجمناك. إذا ليس من الحكمة أبدا أن يفرط الإنسان في القوة. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال الله جل وعلا له: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فأخذ عليه السلام بهذه الآية، بل إنه نشأ عليه السلام بحفظ من الله ورعاية، فكان عمه أبو طالب رغم كفره إلا أنه كان يدافع عنه ويذود. ولأبي طالب الألامية الشهيرة في الذود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي منها: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، يلوذ به الهلاك من آل هاشم، فهم عنده في نعمة وفواضل. فهذه من لامية أبي طالب بمدح النبي صلى الله عليه وسلم. ولام فيها من لم يكن حريفا له من بني عبد مناف. ولما دخل عليه الصلاة والسلام في الشعب دخل معه بنو هاشم كلهم، مؤمنهم وكافرهم. وقد قال بعض العلماء إن قول الله جل وعلا في سورة الأنعام: وهم ينهون عنه وينأون عنه، إنما نزل في حق أبي طالب على أحد الأقوال، أنه ينهى الناس أن يؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو بنفسه ينأى عن هذا الدين. وقد نقل عنه أنه كان يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك يقينا، أو غير ذلك مما نقل عنه إن صح. لكن المقصود من هذا كله أن الإنسان العاقل لا يكثر من أعدائه، ويحاول قدر الإمكان أن يكون في سلامة مع الناس، كما أن من كمال العقل أن يحذر الإنسان من أعدائه ولو ألانوا له في بعض المواطن. ولو أنني داريت عمري حية إذا استمكنت يوما من اللسع تلسع. وهذا أمر
معروف وقد قيل قد ينبت المرعى على دم الثرى وتبقى حزازات النفوس كما هي. والذي يعني نريد أن نخلص منه في نخلص إليه من هذه الآية المباركة حاجة من يتصدى للدعوة، حاجة من يقتفي آثار الأنبياء في أن يكون يحرص على المنع والعزة الذي تذود عنه. قد يكون هذا مال، قد يكون هذا مالا، قد يكون هذا جاها، قد يكون هذا علاقة حسنة مع أهل النفوذ. هذا في حالة أن الناس يوجد فيهم الشر كثير. لكن إن كان الإنسان يعيش في مجتمع أصلا مؤمنا أو ولاة أمر مؤمنين مسلمين كما هو الحال في هذه البلاد المباركة، فإن الوضع يختلف كثيرا، بل يجب هنا إقامة العلاقات الطيبة ونصرتهم على الحق والنصح لهم وموازرتهم في الدين، فهذا من باب أولى. إذا كان قال الله جل وعلا في حق شعيب ولولا رهتك لرجمناك مع قوم كفر، فكيف بأحوالنا مع المؤمنين من ولاة أمرنا؟ فهذا هو المقصود من السياق كله، وهذا كله يندرج تحت الحكمة التي علمها الله جل وعلا أنبياءه ورسله: أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكمة والنبوة. فالحكم هنا بمعنى الحكمة، لأن ليس كل أنبياء الله جل وعلا ملوك تولى حكمة. والآية يعود في قول الله جل وعلا أولئك اسم الإشارة، يعود على 18 المذكورين فيه: وتلك حجتنا من سورة الأنعام، وليس منهم ملك إلا داود وسليمان. وربما كان يعتبر وضع موسى كأنه ملك لأنه كان يسوس بني إسرائيل، لكن غيرهم من الأنبياء لم يكونوا كذلك، مثل عيسى وإلياس واليسع ويونس ولوط عليهم السلام جميعا. المراد من هذا جلي جدا، حاجة الإنسان إلى النصرة، والعاقل كما قلنا لا يجعل أعداءه كثر، إنما يقلل ما أمكن. قد كان زهير بن أبي سلمى يقول: من لم يصانع في أمور كثيرة يضرس بأنياب ويؤطى بمنسم. وهذا ما يعرف الآن في زماننا بعلم السياسة، والعلم عند الله. نسني شيخنا بقول الله تعالى في خبر آل فرعون عندما قالوا لموسى وهارون: إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهم. موسى عليه السلام وأخوه هارون تعلم أنهم جاءوا بالبينات والآيات العظيمة لفرعون وآله، فلما رأى فرعون ذلك، كان فرعون يعلم أن هذه آيات وليست من السحر في شيء، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. لكن فرعون أراد أن يسلك طريقا آخر يؤلب به الناس على موسى وهارون، فلجأ إلى ما عرفه فرعون فطرة من أن النفوس البشرية جبلت على حب الأرض التي تعيش فيها، فتعلق الأحرار بأوطانهم مما دلت عليه الفطرة ودل عليه القرآن ودلت عليه السنة. فجاء فرعون لقومه من هذا الباب وأوهمهم أن مراد موسى وهارون أن يخرجوهم من هذه الأرض، من أرض مصر التي يعيشون فيها. فلما أشعر الناس بأن موسى وهارون يريدون أن يزيحوهم من أوطانهم، كان ذلك أعظم في تأليب الناس على موسى وهارون، لأنه لا حر يقبل أن ينزح من وطنه. وهذا يدلك على أن أهل الفساد، أهل الباطل، ربما لجأوا إلى طرائق من المكر الكبار في قضية صد الناس عن دين الله الواحد القهار، كما صنع فرعون هنا: إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. فجاءوا للصنعة وجاءوا للوطن، وماذا بقي للناس؟ الصنعة التي تقتات بها وتأكل وتطعم، والأرض التي تعيش عليها لامس احتياجات الناس. فأوهم الناس أن موسى وهارون جاءوا لهذه الأرض التي تسكنونها منذ قديم وولدتم فيها، يريدون أن يخرجوكم منها، وجاءوا للصنعة التي أنتم متفوقون فيها، وهي مصدر رزقكم وفخركم وتاجكم عند الناس، ويريدون أن ينزعوها منكم ويذهبا بطريقتكم المثلى. هذا الذي دفع الناس ودفع السحرة من قبل أن يأتوا إلى فرعون. فأما السحرة فقالوا: وإن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. وأما الناس فقالوا: لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. والكل يطلب ما عند فرعون ويخشى على نفسه من أن يخرج من الأرض كما أوهمهم
فرعون في حق موسى عليه السلام، فوقع أمر الله أخرجوا ولم ينالوا شيئا، لأن من يغالب الله مغلوب. والله جل وعلا قال: فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومطام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. وذكره الله جل وعلا كما تعلم في الشعراء وغيرها في موضعين من القرآن، في الدخان والشعراء. والمراد من هذا كله كيف أن بعض أهل الفساد يملك من المكر الكبار ما يحاول أن يصد به الناس عن دين العزيز الغفار، لكن الله غالب على أمره. وبعض العلماء عبر هنا، أذكر من قديم ما قرأت في هذا المجال عن فرعون وآله وصنيعهم مع موسى، قال يصف الأمر كله: فشمر فرعون عن ساقه وحسر عن ساعده يريد أن يمنع موسى وظهوره، لكن يأبى الله إلا أن يتم نوره. إلا أن يتم نوره، وهذا جميل. فشمر فرعون عن ساقه، كناية عن الجد يعني، عن الجد. وحسر عن ساعده يريد أن يمنع موسى وظهوره، لكن يأبى الله إلا أن يتم نوره. وقد أتم الله جل وعلا نوره وأخرجهم من أرض مصر، وكان ما كان من غرقهم كما هو معلوم. والمقصود نعود إلى قضية ما فطر عليه البشر من حب الوطن. فبعض الدعوات أحيانا تظهر بنية قد تكون مقبولة سليمة، وتنفي أن يكون هناك وطن، وتظهر بعض الأبيات الشعرية وربما نشدت تلك الأبيات، وهي لا تملك من الحقيقة العلمية إلا الشيء اليسير، أن يقول الإنسان: أنا وطني كل مكان يذكر فيه الله. هذا ليس بصحيح بشرية الإنسان، لأن هذا ليس بمعقول. إنما وطنك المكان الذي نشأت فيه وتطارعت فيه، وفيه أهلك وديارك وقومك، تنسب إليهم وينسبون إليك، هذا وطنك. قل: أنا أحب كل وطن يذكر الله جل وعلا فيه. وقد يذكر الله جل وعلا من قبل شخص واحد في أرض كلها كفرة، فلا يمكن أن تكون تلك الأرض وطنا، لكن الوطن الحق هو الأرض التي نشأت، هذا الأصل هو الذي نشأت فيها. والله جل وعلا يقول: ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوا. فجعل الأمر بقتل النفس مثل الأمر بالخروج من الوطن والديار لمشقة ذلك، وهذا أمر دلت عليه الفطرة ولا يخالف فيه عاقل. وحبب أوطان الرجال إليهم مآرب قد ضاه الشباب هنالك، إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم عهود الصبا فيها فحنوا لذلك. وآخر يقول: بلادي وإن جارت علي عزيزة أهلي وإن ضنوا علي كرام. هذا أمر اتفقت عليه كلمة أهل العقل والفضل، ويجب أن يعود الناس في الهدى إذا أرادوا أن يوصلوا أمرا إلى كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا من معاني قوله عليه السلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به ما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. استفاد شيخنا ربما من الآيتين وما شرحتم عليهما أن الدعوات لا تقوم فقط بالحجة والمعنى في ذاته، وإنما تجتمع عليها أمور نعم تساعدها، سلطان يحميها، أرض تنبت فيها، لا بد من هذا كله، يظهر بعضه مع بعض. وإذا أراد الله شيئا هيأ أسبابه، والله غالب على أمره، هذه هم قضية، ولكن أكثر الناس لا أعلم. ثالثا شيخنا، قول الله تعالى في شأن قوم صالح في سورة القمر: بل هو كذاب أشر. نعم، لما خرج عليهم صالح عليه السلام وكانوا يجلونه من قبل، بدليل قول الله جل وعلا في هود: يا صالح وقد كنت فينا مرجوا قبل هذا. فقد كان عظيم الشأن عندهم، يثقون في عقله، يثقون في رشده، ويعدونه لعظائم الأمور. فلما اصطفاه الله جل وعلا واختاره وآتاه مقام النبوة ودعاهم إلى عبادة الله جل وعلا وحده دون غيره ونبذ أصنامهم، انقلبوا عليه، فقالوا في زعمهم: ألقي عليه الذكر من بيننا، بل هو كذاب أشر. قال ربنا بعدها: سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. أما كذاب فهي صيغة مبالغة من كذب على وزن فعال، أي كثير الكذب، وهذه واضحة. والكذب عياذا بالله من أقبح ما يمكن أن يقوم به امرئ، وفي الحديث: وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا.
عليها ذنبا. وهو أحد صفات المنافقين إذا حدث كذب في النفاق العملي. لكن ما معنى أشر؟ لأن أشر في اللغة هنا صفة لكذاب. الإنسان أحيانا يحتاج لأن يكذب لكن يمنعه حياءه، فإذا احتاج إلى أن يكذب وكذب يسمى كذاب. لكن إن لم يكن له حاجة في الكذب وكذب يسمى أشر. فهم يقولون إنه ليس هناك داع لأن تكذب بقرينة قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. فلو كنت وضيعا يطردك الناس، لاعب لا لك، ليس لك مقام في أنديتنا ومجالسنا، وليس لك شأن بيننا، وهذا ينفرك وهذا يطردك وهذا يقصيك، لصح أنت لصح وكذبت حتى تعلو ويصبح لك مقام وتزعم أنك نبي، لقلنا لك وجه في كذبك، تريد أن تخرج من حالة الضيق التي أنت فيها ومن حالة النسيان في المجتمع ومن حالة نبذ الناس لك، لكنك رجل محتفى به ولا ينقصك شيء حسب زعمه، فلديك المال ولديك الجاه وأنت فينا ليس بالرجل الخفي بقرينة قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. فما الذي يدعوك إلى الكذب؟ تكذب على الله وتكذب على نفسك وتقول تكذب علينا وتقول إنك نبي، فسموه كذاب أشر كما قال الله جل وعلا عنهم هنا أنهم قالوا بل هو كذاب أشر. فمثلا يعني حتى يمكن الصورة هنا غير واضحة للفضلاء، قربها بالمثل البسيط. يعني أنت أحيانا يعني قد يأتي إنسان مثلا مراهق من المراهقين يعني في الحي وأعجب، يعني فتح باب بيتك يوما فناء البيت فرأى شيئا أعجبه فبطن وأضمر أن يناله، ففي غيابك عن البيت جاء وتسور الجدار وحمل هذا الشيء الذي يريد أن يسرقه. قدر أنك عدت وهو في الفناء فتحت الباب وجدته فهو يحرج وأسقط في يده، لا بد أن يلتمس عذرا حتى يفر. فهنا يكذب يقول مثلا إن لعبة لي كرة الماء سقطت في الفناء، يحتاج أو يقول ظننت أن أحدا يناديني، سيأتي بأي عذر، هذا كذاب. لكنه ليس بأشر لأنه يعني يوجد باعث على يوجد باعث على الكذب، لكن من يكذب من غير باعث هو الأشر. هذا ما قصده قوم صالح عليه السلام في صدهم لنبي الله وقولهم بل هو كذاب أشر. قال أصدق القائلين سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. ثم ابتلاه قال إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محضر. المقصود هذا قضية أخرى، قضية الناقة ليس لها علاقة بهذا، لكن وقع منهم ما وقع، وقام وحيمر ثمود واسمه قدار بن سالف فعقرها، والله نسب العقر إليه يعني إلى قدار في موضع ونسبه إلى القبيلة في موضع، فنسبه إلى من قام بعقر الناقة بناء على أنه باشر الفعل، ونسبه إلى القبيلة باعتبار أنهم كانوا راضين. قال الله جل وعلا كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها، وقال في سورة القمر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، فنسبها إلى من قام بالفعل مباشرة. وهذا أمر تعرفه العرب من كلامها، وثمة شواهد شعرية في أساليب العرب في الكلام أنها تنسب الأمر إلى الجماعة وإن قام به واحد باعتبار أن الجماعة كانوا راضين بذلكم لذلكم الصنيع. وقد قال صلى الله عليه وسلم أشقى الأولين وحيمر ثمود عاقر الناقة، وقال في حق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال وأشقى الآخرين من يفصل هذه عن هذه، وأشار إلى رقبة علي أي من يقتل علي. وقد قتل علي كما هو معلوم، وهذا استطراد على يد عبد الرحمن بن ملجم المرادي في 17 من شهر رمضان، ومات علي بعد 3 أو 4 أيام من الضربة التي أصابته، أي مات في 21 في ليلة 21 على ما أذكر الساعة. وعبد الرحمن بن ملجم كان أحد 3 اتفقوا على قتل علي وعمر بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم جميعا.
فأما الذي أراد أن يقتل عمرا فإن عمرا لم يخرج للصلاة ذلك اليوم، وخرج رجل بدلا منه يقال له خارجة اشتكى بطنه ليمضي قدر الله. فالخارجي الذي جاء مكلفا أن يقتل عمرا قتل خارجة بدلا من عمر، طبعا ليل صلاة فجر، ولما أصبح رأى الناس يسلمون على عمر بالإمرة فقال ألم أقتله؟ قيل له لا، إنك قتلت نائبه خارجة. فقال المثل الشهير أردت عمرا وأراد الله خارجة. قال ابن عبدون يا ليتها إذ فدت عمرا بخارجة فدت عليا بمن شاءت من البشر، يا ليتها إذ فدت عمرا بخارجة فدت عليا بمن شاءت من البشر، قبلها أو صدرها العين يفجع بعد الدهر، الدهر يفجع بعد العين بالأثر، فما البكاء على الأشباح والصور، وهي رائية مبكية. ولم أحظى أن أراها كاملة، يعني رجعت لعدة مراجع قريبة مني وجدتها متفرقة، لعل الله يسر أن أنال أن نقرأها كاملة. نعود، والذي خرج ليقتل معاوية رضي الله عنه طعنه لكنه لم يصب منه مقتلا، نجاه الله، أصاب منه يعني عرقا. بعد اتخذ معاوية رضي الله عنه الحرس أو قيل قبلها. والمقصود الذي أدى إلى هذا حديثنا عن محيمر ثمود عاقر الناقة. فقتل علي شهيدا رضي الله عنه وأرضاه ليمضي قدر الله. وقد قيل في فتكه أن امرأة طلبت من عبد الرحمن بن ملجم يعني أن يكون مهرها 3000 وضربة وقتل علي. وقد قيل في هذا في مهر قطام لكني أضف 3000 وعبدا وقينة وضرب علي بالحسام المهند. وفيها ولا فتك إلا مثل فتك ابن ملجم على أنه قتل عليا. هذا يعني لا يفقه هذا وغيره أن هذا قدر الله، وما عند الله لعلي خير مما تركه علي من الإمرة في الدنيا، وهذا صهر رسول الله وفي جواره في جنات النعيم، وزوج فاطمة ووالد الحسن والحسين، مناقب تشترى بماء العينين، لكنه فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. نعم. بعد هذا الاستطراد التاريخي نعود إلى قول الله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. ذكر الله جل وعلا هذا في البقرة، ونعم الله جل وعلا على بني إسرائيل كثيرة، لكن أعظمها نعمتان، وهاتان النعمتان ذكرهما الله جل وعلا في سورة البقرة نفسها. أما النعمة الأولى وهي استبقاء الأبدان، استبقاء الأبدان يعني يبقون أحياء، لأن فرعون أعمل فيهم القتل، فقال الله جل وعلا في سورة البقرة في الآية 50 وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. فقول الله جل وعلا فأنجيناكم نعمة من بها جل وعلا على فرعون وآله، وهذا يدل على النعمة التي ذكرناها آنفة، وهي نعمة استبقاء الأبدان. ثم النعمة الأخرى استبقاء الأديان، هو بقاء الدين، وبقاء الدين لا يكون إلا بالكتاب، لأن الأنبياء يموتون، وهذا مهم جدا أن تفقهه الأمة ونحن ندرس معين الأنبياء. الأنبياء يموتون لكن يبقى الإرث العلمي الذي تركوه. من رحمة الله جل وعلا أن هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم تكفل الله جل وعلا بحفظ كتابها، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقد بينا هذا مرارا. نعود هنا، قال الله جل وعلا في السورة نفسها وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. فأنزل الله جل وعلا على موسى التوراة بعد أن نجى بني إسرائيل، فبعد أن أبقى على أبدانهم أبقى على دينهم بأن أنزل عليهم الكتاب، لكنهم هم حرفوا الكلمة عن مواضعه، غيروا في كتابهم واستحفظوه لكنهم لم يحفظوه، وبدلوا كلام الله جل وعلا وشرعه حتى آل بهم الأمر إلى النكال كما هو معلوم. فريقا كذبتم وفريقا تقتلون، وقال فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وإلى غير ذلك ما ذكره الله جل وعلا من نقضهم للعهود وما أصابهم من الحسد، أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، إلى غير ذلك من طرائق التبديل.
فيصبح قول الله جل وعلا اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، أن الله جل وعلا يذكر عباده بالنعم، والنعم حقها أن تحفظ وأن يعرف. أولا قال العلماء في قواعد الشكر، أولا أن يعرف أن هذه النعمة من الله، وأن يثنى على الله جل وعلا بها، وأن لا تستعمل هذه النعمة في معصيته تبارك وتعالى. وقد قيل إن الله جل وعلا لما قال لداود اذكرني واشكرني قال وهل ذكري إياك وشكري لك إلا نعمة منك، فأوحى الله جل وعلا إليه الآن عرفتني يا داود. فكل نعمة من الله. وقد قال الله عن سليمان ابن داود عليهما السلام فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي، والله جل وعلا امتن على سيد الخلق بقوله وكان فضل الله عليك عظيما. والمؤمن ينبغي له أن يعلم هذا حق العلم ويتقي الله جل وعلا فيما أفاء عليه من نعم. ومن أعظم النعم نعمة العافية، ومن رزقه الله جل وعلا العافية حري به أن يجهد في طاعة ربه تبارك وتعالى. لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع وذكر منها وعن شبابه فيما أبلاه. شيخنا نريد بعد ذلك ونحن على وشك ختام حلقات معين الأنبياء أن نبين أمرا مهما في سياقات ذكر القرآن لقصص الأنبياء عليهم السلام، وهو ما معنى اختلاف السياقات وذكر بعض الأخبار في بعض المواضع، هل نبين هذا للناس؟ هذا من عظيم ما اشتمل عليه القرآن، وكل القرآن عظيم، فالسور لها مقاصد. فيأتي السياق القرآني في نبأ نبي من الأنبياء يتفق مع مقاصد السورة نفسها، ويأتي في موضع آخر مختلفا في اللفظ أو حتى في زيادة في الخبر أو نقصا فيه بما لا يتعارض مع الأول، لأن كلام الله لا يعارض بعضه بعضا، وإنما يتفق مع مقاصد تلك السور. ونحن سنحاول فيما بقي من هذا الشهر المبارك عن ثلاثة أيام القادمات إن شاء الله تعالى أن نتبع هذه الطريقة، نأتي على آيات ذكر فيها أنبياء الله جل وعلا فنعلق على السياق حتى يفقه الناس عن ربهم كلامه جل وعلا. نعم، إذن بإذن الله موعدنا أن نتابع حديث في هذه النقاط في الحلقات القادمة. نستأذنكم أن نأخذ أول اتصالات. أم عبد الله السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيف حالكم يا شيخ؟ حياك الله يا أم عبد الله. يا شيخ هل يمكن أني أسمع منك تفسير الآية اللي في الزمر وللذين لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار؟ ما معنى يا شيخ لك العتبة حتى ترضى؟ سؤال تفسير كمان، ولمن خاف مقام ربه جنتان؟ يا شيخ بيحصل انه احنا بنذنب الذنوب وبنرتكب المعاصي لكن يبقى في القلب خوف يعني من الله، هل يعني ان شاء الله تنطبق علينا هذه الآية؟ يعني يبقى الخوف رغم ارتكابنا للمعاصي والذنوب. يا شيخ هل ممكن انك تقول لي على كتاب يوضح الفاظ القرآن؟ يعني احيانا في الفاظ القرآن انه هنا يذكر كتاب امام مبين او كتاب مبين، لماذا يذكر هنا امام لم يذكر كتاب؟ فهل يمكن انك تدلني على كتاب؟ وهناك كتاب اسمه مفردات القرآن للراغب الاصفهاني جيد في بابه. مفردات القرآن للراغب الاصفهاني. للراغب الاصفهاني مطبوع كثيرا موجود وسعره مناسب، جدينا في كثير من المكتبات ان شاء الله. جزاكم الله خيرا. يا هلا، شكرا لك اختي الكريمة. طيب معنا الهنوف، السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله اختي، تفضلي. لو سمحت يا شيخ انا اخذت عمره وقبل ما ادخل الحرم كنت متنقبه، يعني بعد ما احرمت تنقبت بس يوم دخلت الحرم شلت النقاب، فايش علي يعني كفاره؟ طيب. عندما كنت متنقبه كنت ذاكره انك محرمه؟ اي بس انا كنت احس بانه اذا دخلت الحرم اصير النقاب، لكن ادري من يوم ما احرم انه لازم ما اتنقب. هو النقاب يبدا مع الاحرام، وفعلك هذا بالنسبة للمرأة محظور من محظورات الإحرام، ومثل هذا المحظور يلزم منه أحد ثلاثة أمور، إما صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاه، يعني أنت مخيرة بين واحدة من هذه الثلاث، صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاه.
طيب شكرا لك أختي. طيب شيخنا نجيب على سؤال عبد الله في تفسير آية الزمر: لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. هذا من عظيم ما وعد الله جل وعلا به عباده، ويخبر تبارك وتعالى أنه أن لعباده الصالحين أوليائه المقربين في جنات النعيم غرف. فلما قال من فوقها غرف مبنية انصرف المعنى ما ينصرف إلى الأشياء المعنوية، ودلت كونها مبنية كما قال أهل العلم على أنها غرف محسوسة مبنية، ولهذا نص الله عليها من فوقها غرف مبنية، وهذا يدل على أن الجنة درجات، وعلى أن المنازل فيها تختلف اختلافا كثيرا كل بحسب عمله. وقد حررنا في غير موقف في غير موطن أن دخول الجنة بالفضل المنازل فيها بالعدل، وهذا منه. قال الله جل وعلا بعدها: وعد الله لا يخلف الله الميعاد. وكلما كان من كان عظيم الثقة بالله عظيم اليقين بقوله علم أن هذا وعد الله جل وعلا، وهذا الوعد معلق لأهل التقوى. والتقوى فسرت بتفاسير كثيرة، لكنها تجتمع كلها في خشية الله جل وعلا وحبه والبعد عن معاصيه والقيام بأمره. وقد قيل في هذا لاتح يعني أبيات شعر وغيرها في تعريف التقوى، لكن كما قلنا إن أعظم ما يمكن أن تقال فيه محبة الله وخشيته، محبة الله وخشيته المقرونة باتباع أمره واجتناب نهيه. ربما هذا يقودنا إلى أحد الأسئلة في الموقع على الإنترنت. سألت إحدى الأخوات عن الفرق بين تجري تحتها الأنهار ومن تحتها الأنهار. نعم، هو يعني تأتي ثلاث مواضع: موضع تركت فيه حرف الجر والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. هنا كل الإشكال في أنها الحرف الجر غير موجود، لكن الذي تسأل عنه الأخت أنه أحيانا يقول من تحتهم وأحيانا يقول من تحتها. فإذا قال في الجنة من تحتها يتكلم عن أنهار ثابتة في الجنة موجودة، وإذا قال من تحتهم فهي الأنهار التي يطلبها أهلها، يعني لا يكون هناك نهر في الجنة في الموضع ذاك، لكن من كان في ذلك الموطن من أهل الجنة يشتهي نهرا، يأتي النهر من تحته لأنه اشتهاه بذلك الموضع. هذا أجمل ما أراه في تفسير الفرق ما بين هذين، والعلم عند الله. معنا اتصال من أم جنى. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله خير يا شيخ. حياك الله. عندي سؤال يا شيخ عن زكاة الفطر، أريد أن أخرجها في البلد غير الذي أقيم فيه، هل هذا صحيح؟ زكاة الفطر معلقة بالبدن يا أختي الكريمة، فالمكان الذي أنت فيه تخرجين فيه زكاة الفطر إن شاء الله. طيب. جزاك الله خير. طيب شكرا يا أختي الكريمة. سألت أم عبد الله ثانيا عن معنى دعاء لك العتبة حتى ترضى. لك العتبة حتى ترضى مبالغة في الاعتذار إلى الواحد القهار، واعتراف المرء بذنبه وتقصيره وما إلى ذلك ما يندرج في هذه السياقات، والمراد منه كمال الاعتذار للواحد القهار جل جلاله. معنا اتصال من عبد العزيز. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير. مساك الله بالنور. حياك الله. مساك بخير يا شيخ صالح. حياكم الله شيخ. أشهد الله على حبك. نسأل الله تعالى يظلنا لا تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم آمين. ونريد دعواتك يا شيخ بالثبات على الدين والتوفيق في الدنيا والآخرة. سؤال حفظك الله بالنسبة لليلة القدر، يقول الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. فهل الله سبحانه وتعالى أخبر أن هذه الليلة هي ثابتة محددة أو هي متنقلة في العشر الأواخر؟ والقول الراجح حفظكم الله في أي ليلة؟ السؤال الثاني: هل عدم الخشوع في القراءة في القرآن أو في بعض الأحيان يدل على أن القلب يعني فارغ من الإيمان أو خالي منه؟ وجزاكم الله ألف خير ودعواتكم حفظكم الله. شكرا. طيب نجيب على سؤاله عن تنقل ليلة القدر بين الثبات والتنقل. قال أصدق القائلين: إن أنزلناه في ليلة القدر. وقال أصدق القائلين: إن أنزلناه في ليلة مباركة. وقال أصدق القائلين: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. والصواب أن القرآن ابتدأ نزوله في رمضان في ليلة القدر على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن اختلف العلماء رحمهم الله هل هي ثابتة أو
متنقلة، ولكل دليله، ولو وجد في المسألة نص صحيح صريح لما اختلف هؤلاء الأفاضل والأكابر من قبل، فلكل دليله. والذي يظهر لي أن القول بثبوتها أقرب، القول بثبوتها أقرب، وإن كنت كما الأخيار قبلي لا يمكن أن أجزم بأنها أي ليلة هي، لكن المشهور عند العلماء، عند جماهير العلماء من السلف والخلف، أنهم يجعلون ليلة 27 أرجى ليلة، لكنهم لا يجزمون، وإنما نقل عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أرضاه سيد القراء كما عند مسلم الصحيح أنه كان يجزم أنها ليلة 27. وعلى العموم يعني كما قلت، من قام رمضان كله فقد قام ليلة القدر، وقد قيل 27 أرجاها ليلة فكن أتقاها. وأيا كان الأمر نفر من هذا، ولا ندري هل هي ليلة 29، ليلة 28، ليلة 30، العلم عند الله، أو قبل ذلك، كل ذلك يصعب أن يجزم به. معنا اتصال من أبي يوسف. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي الكريم. السلام عليكم يا شيخ. حياكم الله يا أبا يوسف. نحبك في الله يا شيخ. الله يحفظك. الله وأجلك. بس عندي سؤال بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في سورة الزمر، يعني الآية 74، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. في أكثر من آية في القرآن الكريم تتحدث عن ميراث، يعني ان المؤمنين يورثون الارض، يعني ان نبغى نعرف كيف تفسير الايه، بمعنى انه ابشر. طيب تفسير الايه ميراث الارض للمؤمنين، فيقوم بعد الحساب او نعم فيما هذا الشيء. طيب ان شاء الله. دعواتك الله يخليك. شكرا. السلام عليكم. واتصال اخر من عبد الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ تفضل. تفضل أخي. جماعة طيارة في جهة الزمر. عفوا ما اسمعك، الصوت غير واضح. سؤال في ناحية التربية والأسلوب العاطفي الأبوي في نبي الله نوح عليه السلام مع ابنه من مع إعرابه، وما يحدث كثير من الآباء من جبنة وقسوة ودعوات قاسية يعني. نعم. طيب واضح السؤال. لديك سؤال آخر؟ لا خلاص. شكرا لك أخي الكريم. طيب سأل عبد العزيز ثانيا عن عدم الخشوع في الصلاة والتلاوة، وهل هو من دلالة خلو الإيمان؟ إن شاء الله لا يدل على خلو كامل، لكن بلا شك أن كلما كان الإنسان يخشع عند التلاوة كان أظهر لإيمانه وأدل قرينة عليه. وقد تحول أحيانا صوارف كهم أو غم صاحب الإنسان قبل الدخول في الصلاة، أو أمور أخرى يعني لا يحسن الآن ذكرها، تقع في المسجد، تقع في الإمام، تقع فيما ذلك. وإن كان هذا ليس عذرا بالكلية، لكن الخشوع عند تلاوة القرآن وتدبر معانيه من أعظم مناقب الصالحين، وهذا أمر تحدثنا عنه كثيرا وقد دلت عليه آيات القرآن. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. وقال أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم من حملنا مع نوح من ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. هذه مناقب الصالحين، لكن لا نقول لمن لم يرزقها أنه خالي الوفاض من الإيمان. ثم سأل أبو يوسف عن معنى وأورثها هذا بحسب القرينة، يعني ليس كل أرض في القرآن ذكرت يراد بها الأرض التي نحيا عليها، وليس كل أرض في القرآن ذكرت يراد بها الجنة، إنما جاء هذا وهذا. فقول الله جل وعلا في خاتمة سورة الزمر يوما قال ربنا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض. الأرض هنا أرض الجنة، ليست أرض الحياة الدنيا، بدليل أن الله قال بعدها وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. والله جل وعلا قال في دعاء الخليل إبراهيم واجعلني من ورثة جنة النعيم، فهذا هو معنى وأورثنا الأرض التي
قول الله تبارك وتعالى تبوء من الجنة حيث نشاء، لكن تأتي الأرض أحيانا بمعنى الأرض التي نحيا عليها، كقول الله جل وعلا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، أي تحتمل الجنة وهي غالبا تنصرف إلى أرض الحياة الدنيا، وكما في قول موسى عليه السلام لما قال لقومه إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، وكقول الله تبارك وتعالى عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لما ذكرهم في سورته وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظهروا من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها كان الله على كل شيء قديرا. فهذا كله يتكلم عن أرض مخصوصة، فلا بد من النظر في السياق حتى يعلم ما المراد من كلام الله جل وعلا. نختتم اتصالاتنا حلقة اليوم مع أبي بكر. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله. السلام عليكم يا شيخ. حياك الله يا أبا بكر. شكرا للأستاذ صهيب على هذا البرنامج، الله يعطيكم العافية شيخ. السؤال الأول، سورة الأعراف لماذا سميت سورة الأعراف وما هو الأعراف؟ السؤال الثاني، هل ممكن يا شيخ أنه في شخص معين مثلا ممكن يعرف ليلة القدر بمجرد صلاة لله مثلا أو قيامه في الليل مثلا أو ما إلى ذلك؟ طيب وشكرا لكم يا شيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم. نجيب على سؤاله أول أو سؤال عبد الله عن نوح وموقفه مع ابنه وما يستفاد من ذلك من يعني إشارة جيدة في أن الإنسان ينبغي أن يكون حليما مع أبنائه داعيا إياهم إلى الدين بالرفق، خاصة في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن والشبهات والشهوات، فالرفق بالأولاد بنين وبنات أمر ومطلب عظيم، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، فما بالك بأولادنا من بنين وبنات. وفي خبر نوح وعطف المصطفى صلى الله عليه وسلم على الحسن والحسين وعلى أمامة، كل ذلك يقوي هذا الأمر ويبين لنا بجلاء أنه ينبغي أن نتعامل مع أبنائنا وبناتنا بكثير من الرفق، لكن ذلك لا يعني ترك الحزم بالكلية، فقسى ليزدجر ومن يكن حازما فليقسو أحيانا على من يرحم، لكن الإنسان يعني بين هذا وهذا كلا طرفي الأمور ذميم. أبو بكر سأل عن الأعراف، ربما قد تحدثنا سابقا. الأعراف قلنا سميت بهذه السورة لفظ الأعراف الذي ولد فيها الذي ورد فيها، والعرف في اللغة مرتفع، يقال عرف الديك لأنه مرتفع، والأعراف يظهر تلال مطلة على الجنة والنار، من صعدها يرى أهلها يرى أهل الجنة ويرى أهل النار، وإن كنا لا نستطيع تكييف الأمر لأنه غيب، وجعل الله جل وعلا لها أصحاب سماهم أصحاب الأعراف سماهم أصحاب الأعراف، وأخبر أنهم يخاطبون أهل الجنة ويخاطبون أهل النار، واختلف في من هم أصحاب الأعراف، وقلنا إن بعض أهل العلم يرى أنهم أقوام استوت سيئاتهم وحسناتهم، وقلت إن هذا فيه شيء من البعد والعلم عند الله. ثم سأل أخيرا عن هل يمكن لشخص أن تتبين له ليلة، جاء في الترمذي أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إن علمت أي ليلة هي ليلة القدر ماذا أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فقولها رضوان الله عنها وعن أبويها أرأيت إن علمت قرينة على أنه يمكن أحيانا للبعض أن يعلم أنه في ليلة القدر، كيف يعلم؟ بشيء يراه، كيف يراه؟ هذا يعد علمها عند الله، لم أحظى به حتى أخبر الناس به. فيقع هذا لبعض الناس، ربما يقع، ويعرف هذا من حال المرء قبل ليلة القدر من بعدها إن كان صادقا، وليس ملزما أن يصدقه، ليس ملزما أن يصدقه الناس، لكن هذا قد يقع وقد يكون فضلا محضا لبعض عباد الله الصالحين. تبقى لنا 5 دقائق نجيب فيها على أسئلة الموقع على الإنترنت. سألت إحدى الأخوات طريقة سهلة ومبسطة للدعوة. 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 يختلف يا أختي الكريمة. الطريقة الأول أن تحرصي على أن تجمع العلم وتقضي دهرا تجمعين فيه العلم بقوة. ولا يعني هذا أن لا تدعو إلى الله في الأمور المقبولة يعني اليسيرة، لكن حاولي قدر الإمكان أن تجمع العلم بكثرة قراءة وسماعا. بعد ذلك
انظري في من تريدين أن تدعون أن تقومين بدعوتهم، وتوخي الطريق المناسب لدعوتهم. إن كنت قد قضيت دهرا في الجمع فإن جمعك للعلم سينبئك أي طريقة تدعون بها. واضح هذا؟ لو مكث الإنسان يجمع علما دهرا، هذا العلم من لوازمه أنه يعلم صاحبه كيف يدعو إلى الله، يعني هذا من جنس العلم نفسه. لأن من تدعو أقرانها غير من تدعو والديها، من تدعو زميلات يحسدونها غير من تدعو زميلات يحبونها، من تدعو في محفل عام ليس كمن تدعو في محفل خاص، هذا كله يختلف. والأمر واسع، والأمر يحتاج إلى حكمة في كيفية مخاطبة كل أحد. ثم سألت إحدى الأخوات أيضا: كيف أستطيع تجنب التفكير في الوساوس العقائدية، خصوصا أنها تأتيني وقت الصلاة وقراءة القرآن؟ وأحيانا يبتلى بعض الناس من رجال ونساء بمثل هذا، لكن يعني أسأل الله أن يحفظهم جميعا. وأرى أنها تشغل نفسها بالجلوس مع الآخرين، تحاول تقرأ كتب ماتعة يعني فيها شيء من المتعة، تذهب عنها هذه الوساوس. لا تبالغ في الجلوس مع من يحاولون مناقشات الأمور العقدية بكثرة، فإن هذا قد يزيدها يعني وسوسة فيما هي فيه. سألت أيضا إحدى الأخوات عن مشاهدة البرامج الدينية في التلفاز، وهل يعني تدخل في عموم الأحاديث التي ذكرت أجور مجالس الذكر أو الجلوس للإشراق يذكر الله وكل هذه الأمور؟ أجور هو لا يعني وأجور مجالس العلم أيضا وهذه الأمور. رأت مجالس العلم أو البرامج النافعة التي يذكر الله جل وعلا فيها في المحاضرات هي على خير عظيم ويرجى لها الأجر، لكني لا أستطيع أن أجزم أن بمثل الجلوس للإشراق مثلا. يعني هذه عبادة محضة، جلوس في المسجد وإن كان الحديث فيه نظر، لكن عموما ربما هذا خير ينصرف إلى النساء، خير عظيم، لكن النساء لأن وضعهن يعني جيد منهن أن يلزمن التلفاز في مثل هذه البرامج ويستمعن إلى الذكر وينتفعن، لا شك أنهن على خير عظيم، لكني لا أستطيع أن ألحقه بما ورد في مجالس الذكر منصوصا عليه. سألت إحدى الأخوات: ذكرت حديثا مرويا عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمؤمن أن يذل نفسه. قالوا: يا رسول الله، وما إذلاله نفسه؟ قال: يتعرض من البلاء لما لا يقوم له أو ما لا يطيق، أو يعني شيئا من هذا القبيل. سألت عن شرح هذا معنى هذا. حاليا لا أعلم فيه شيء. نعم، لا أذكر فيه شيء، يعني لا أذكر صحة الحديث. نعم، وبالتالي يصعب علي التعليق عليه. أما كمعنى واضح المعنى. نعم، إن الإنسان لا يذل نفسه أمر دل عليه الشرع من حيث العموم. نعم، لكن درجة الحديث لا أعرفها، فلا أستطيع حاليا، فلا أستطيع أن أعلق عليه. وحديث آخر سئل عنه في الموقع، سئل عن صحته: لعن الله من استعق ولده. من؟ لعن الله من استعق ولده. لا أعرف. طيب، ثم ربما نختم بهذا السؤال. الأخ محمد سأل عن الآيات التي ذكر فيها موسى عليه السلام، جاءت في آيات ذكر فيها خوفه وآيات جاء فيها يقينه ومعيته لله، كيف نجمع بينهم؟ هو من كماله عليه السلام خوفه من الله، لأن الخوف من الله جل وعلا من أرفع درجات الكمال، كما سألت الأخت ونحن فرطنا في سؤالها: ولمن خاف مقام ربه جنتان، وهي ذكرت هذا السؤال ولم نعرج عليه، ربما فاتني. وكما قالت يعني الإنسان قد يعصي الله جل وعلا وهو فيه خوف، وهذا إن شاء الله على خير ما دام هو يخشى ربه جل وعلا ويخاف منه، وداخل إن شاء الله في الآية: ولمن خاف مقام ربه جنتان. فمن كماله عليه السلام خوفه من الله جل وعلا، لأنه يخشى أن يؤتى من قبل نفسه لا من قبل ربه. ربما هي تقصد: يا موسى لا تقبل ولا تخف، أو أيوة. نعم نعم، واضح هو السؤال، لكن هذا هو من كمال الأنبياء، تجردهم وخوفهم هو الصواب، هو سبب كمالهم، لأن الإنسان إذا خاف يبقى معلقا بالله، لكنه إذا كان لا يخاف ولا يرجو ولن يصبح معلقا بالله. وما الدين إلا تعلق القلوب بربها جل وعلا، لأنه شعر بالاستغناء، شعر بالاستغناء هلك.
أثابكم الله شيخنا ونفع بعلمكم. هذا ختام حلقتنا لهذا اليوم. شكرا لكم أيها المشاهدون الكرام على كريم متابعتكم. في الغد نلقاكم بإذن الله في موضوع جديد وحوار جديد. إلى ذلك الحين نترككم في حفظ الله ورعايته. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.